هنعمل النهارده حاجه اسمها سانست، والسانست هو كوكتيل من عصير الفواكه والفواكه الطازه وشويه صودا. طيب خلونا بسرعه نشوف ايه المكونات اللي موجوده معانا في كوكتيل السانست النهارده. انا عندي شويه صودا، عندي عصير برتقال، مكعبات تلج، عندي شويه فراوله متقطعه شرايح فريش، عندي برتقال فريش متقطع شرايح، عندي نعناع للتزيين، واخيرا عندي شويه سيرب فراوله. طيب احنا مش هنستعمل النهارده خلاط خالص، احنا كل حاجه هنبنيها ورا بعض كده في الكوبايه. فخلينا هنبتدي الاول بسيرب الفراوله، هنحط شويه بس تحت. تاني حاجه هنحطها، هنحط مكعبات التلج، انا هحط نص مكعبات التلج، بعد كده عايز احط شويه من الشرايح بتاعه الفراوله والبرتقال، هناخد هنا شويه من شرايح الفراوله، نحط هنا زيهم، وهنحط شريحه من شرايح البرتقال، هننزل بعد كده قلنا بالصودا وبشويش عشان احنا مش عايزينها تفور، فممكن نميلها كده برضو نحطها، مش عايزينها تفور ومش عايزينها تقلب برضو السيرب اللي احنا حاطينه تحت، فاحنا بنحاول قد ما نقدر يبقى هو طبقات. هننزل زي ما قلنا بالصودا بشويش، وهننزل بعد كده بشويش قوي بعصير البرتقال، و اخر حاجه خالص طبعا شاليموهاتنا الورق الصديقه للبيئه، وهنزين زي ما اتعودنا نديها بس لون مختلف شويه، فهنحط ورقتين نعناع عشان يدونا لون. وبالهنا والشفا.